السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد متابعيني في كل مكان. يعني الواحد استغرب في حاجات كتير جدا، يعني ليه الفار ما تدخلش في ضربة الجزاء الأولى بتاعت قطر واحتسبها الحكم مباشرة، وفي ضربة الجزاء الثانية أو التالتة الحكم أو حكم الفار تدخل وراجع الحكم وحسبهم ضربة جزاء؟ بصراحة كده عشان نكون واضحين، يعني الكلام اللي هقوله يمكن معاكس لكل اللي انت سمعته في القنوات الرياضية اللي أشادت بأداء المنتخب القطري وعدم جودة أداء المنتخب الأردني، واتكلموا ان طريقة اللعب والخطة والتشكيل والإمكانيات والتغييرات هي اللي أثرت على النتيجة. انا هقول لك لا، كل الكلام ده بلح، كل الكلام ده بلح. المؤثر الوحيد والهام جدا في نتيجة المباراة داخل الملعب هو الحكم وغرفة الفار، صح. هما اللي ادوا البطولة لقطر. محدش يزعل مني يا جماعة، احنا معلش انا ممكن بعذر الناس اللي هي مثلا شغالة في قنوات ولا بتتكلم ولا ليها متابعين في قطر ولا هنا ولا هنا، ان هي تقول الكلام البلح اللي هي قالته، اللي ما ياكلش ولا يشرب يعني لا هيأكل، طالما هيجيب فلوس معاه هيأكل كويس قوي. لكن لما تيجي تتفرج وتعيد ضربات الجزاء، انا قلت في البداية وانا براجع قلت يمكن ضربة الجزاء الاولى صحيحة، لكن بالعكس خالص، ضربة الجزاء الأولى ده أكرم عفيف هو اللي ضرب رجله في رجل لاعب الأردن، يعني مش ضربة جزاء. عيدها معايا وبص عليها، أنا مش عاوز أقولك إن أنت تحكم. الواحد ساعات ما بيتكلمش في الأخطاء التحكيمية لأن هي واردة، لكن لما تكون بالحجم ده ومؤثرة وفي نهائي كأس أمم آسيا، نهائي كأس أمم آسيا، يبقى التحكيم بالشكل ده وغرفة الفار بالشكل ده، ما تقوليش بقى تنظيم وما تقوليش احتفالات وما تقوليش كذا كذا كذا، ايه ده؟ لما تكون عامل الشغل ده كله وجايب حكم بالشكل ده وحكم دولي بيحكم نهائي، ده الكلام ده ما بيحصلش عندنا في دوره رمضانيه. ده لو حصل في دوره رمضانيه اللي بنلعب بيها على في النات وشلطه كانت الدنيا قامت وما عادتش. لو بنلعب على يعني احنا عندنا دورات بسيطه جدا، يوم الحكم بيغلط غلطه زي كده الدنيا ممكن تتكسر، الاستاد ممكن فما بالك انت بتتكلم ان انت النهارده بتلعب نهائي كاس امم اسيا واكرم عفيفي داخل منطقه الجزاء واللاعب محضر رجله بعيده، اكرم عفيفي راح ضرب رجله، هو اللي ضرب رجله في رجل المدافع بتاع الاردن، وقع اكرم عفيف وخد ضربه جزاء الاولانيه. ممكن نعديها؟ لا ما تعديهاش، طالما الثلاث ضربات جزاء فيهم كلام يبقى ما يعدوش. ده محور المباراه كله ضربات الجزاء. احنا بقى اللي طالع يتكلم واليوتيوبر الفلاني طالع يقول لك اصل التشكيله والاداء وخط النص وخط الدفاع وامكانيه حراس المرمى. يا عم انت بقول لك ايه، ما تغنيش عليا، اتكلم كلام صحيح وكلام واقعي. قول لي ايه اللي حصل في الملعب. الاردن عملت مباراه كبيره جدا، الاردن لما تعادلت حتى كانت ممكن تكتسح قطر. محدش يسال، مع احترام القطر ومحترام كل حاجه، بس المباراه دي مباراة حصل فيها ظلم تحكيمي كبير جدا. بطل المباراة الفاشل هو اللي أدارها تحكيما، وغرفة الفار اللي ساعدت في ذلك. يعني ضربة جزاء أولى بتحتسب وهي خاطئة ومش صحيحة والفار ما بيتدخلش في الوقت نفسه بعد تعادل المنتخب الأردني وعودة كان هيكتسح المنتخب الأردني ده داخل دخلة بسم الله ما شاء الله. إيه حكم الفار يتدخل وينادي الحكم في كرة احنا مش ما فيهاش حاجة، احنا مش شايفين أي حاجة. ده لو اتحسبت فاول على مهاجم قطر ما مش هتعدي. اللعيبة القطريين ما حدش وقف، ما حدش طالب بأي حاجة، الفار بقى عمل بطل فيها وراح جاي حاسب الكرة ضرب الجزاء. التالتة بقى اللي بتوريك الإجرام التحكيمي، التالتة ده هي بقى المستفزة، هي اللي تستفزك أكتر، هي اللي تزيدك تعصب. في الوقت ان انت مثلا حسبت 13 دقيقه وقت بدل ضائع وممكن المنتخب الاردني يعيد ويعمل رومنتادا وانت لسه في اول دقيقه من الوقت بدل الضائع، كوره فيها شك ان اوفسايد، اساسا فيها شك من اوفسايد، اكرم عفيف بينفرد وبيروح لحارس المرمى بيحاول يلم، فالكوره بتطول في اتجاه وهو بيدخل تدخل عنيف اكرم عفيف على حارس مرمى المنتخب الاردني يزيد ابو ليلى. دي فاول على مين؟ على اكرم عفيف. الكره دي فاول عليه، يعني معلش يعني اول فاول واضح قوي. طيب الفار بيستدعي وبيلغي الاوفسايد اللي هي مثلا فيها شك ان هي اوفسايد، مش حكايه ان هو بيلغي الاوفسايد، ده بيرتكب مصيبه اكتر، بيحسب ضربه جزاء. ضربه جزاء عاوز يعني ضربه جزاء ليه؟ ايه سبب ضربه الجزاء دي يا اخي؟ ده مكشوفه ضربه جزاء ازاي؟ لا الاولى ضربه جزاء ولا الثانيه ضربه جزاء ولا الثالثه ضربه جزاء
ولا حاجة كده، وتيجي نتكلم تلاقي ان هو كل واحد عمال يتكلم، اسمع اكشن مع وليد الفراجي ولا اللي معاه المحللين، يقول لك الاداء بتاع المنتخب القطري كان اهدأ واقوى واعمق وكذا كذا كذا، واسمع مثلا اليوتيوبر فلان الفلاني بيتكلم اصل الاداء والتشكيله والجمهور والروح والاستعدادات وحته التنافس، وان قطر متعود على البطوله وحامل اللقب. حامل اللقب ايه؟ الماتش خلص ازاي؟ الماتش خلص ازاي يا جماعه؟ الماتش خلص ازاي؟ انتوا بتقولوا اي كلام وخلاص؟ الماتش خلص ازاي؟ انا عاوز افهم. شوف انت اتفرج على المباراه وشوفها خلصت ازاي. الحكم كان سبب رئيسي في ان المباراه تخلص لصالح المنتخب القطري. ما تكلميش بقى ان المنتخب الاردني كان سيء ولا المنتخب القطري كان جيد خالص. انا من وجهه نظري ان المنتخب الاردني عمل مباراه كبيره جدا، وحتى لما يجي تتعادل كان هيرجع من المباراه وهيعمل سكور وهيكسب المباراه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هي دي كده. مش عاوزه مماطله، مش عاوزه كلام كتير، مش عاوزه ان احنا يا عم سيبنا نكمل جملتين. انت مقتنع بالكلام اللي حصل ده؟ انت نفسك مقتنع ان دي ضربات جزاء؟ انت ما انت مش عارف تتكلم. انت بيني وبينك بتيجي تقول لي ان الكوره مش ضربات جزاء، لو جيت عملت معايا فيديو هتقول ضربات جزاء. ليه؟ ما انت ما تتكلم كلام واقع. الكلام الصحيح هو اللي لازم يتقال. خلاص بقى، قناه مين ومين قال؟ طب ما يقولوا يعني، ما يقولوا، احنا بقى نقول اللي احنا شايفينه صح، اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. صح، احنا نقول كده وخلاص. الثلاث ضربات جزاء المنتخب القطري غير صحيح القرار بتاع الحكم. الحكم يعني مش عارف لو بيجي يحكم عندنا في بطوله وديه في الشوارع اللي بنلعب فيها، وعمل الاجرام اللي عمله في المباراه دي، يعني مش عارف عاوز اقول لك ايه يعني. ولكن هي هو اتحاد الكوره العالمي الفيفا اتفرج على المباراه، هل مباراه نهائي ممكن يعد؟ نهائي ده ممكن يتعد ولا خلاص كده؟ خلاص يعني كل واحد يلبس في الحيطه، اللي خدوا خدوا، اللي خسروا خسروا. ويقول لك ان الاخطاء التحكيميه، اصل الاخطاء التحكيميه يا جماعه لما بنيجي نتكلم فيها بتبقى الكوره مثلا طبعا. وبعدين فرق بين الاخطاء التحكيميه قبل وجود الفار وبعد وجود الفار، ماشي. وبعدين ايه، في فرق بين خطأ لصالح فلان وبعدين ايه مش متكرر، لكن اخطاء متكرره في صالح فريق واحد لاكتساب بطوله وفي نهائي مهم جدا واسم حكام واسم فار واسم مش عارف ايه، الواحد والله ما عارف يقول ايه. ان ده ما ينفعش يبقى تحكيم نهائي. وبصراحه انا اتمنى ان المباراه تعاد. انا اطالب بان اعاده المباراه. ليه؟ لان المنتخب الاردني اتظلم، المنتخب الاردني اتظلم كتير جدا، وما يستحقش ان هو يخسر بالشكل ده. وخلاص، واللي يحصل يحصل، اللي تابعني تابعني، واللي يخسر يخسر. اهم حاجه نقول الكلمتين يا جماعه اللي يرضوا ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى ان ربنا يرضى عنا ويرفع عن الامه البلاء والغلاء. اللهم ارفع عن الامه البلاء والغلاء، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.